الوقت العافية أهلا وسهلا زيادة. في الوقت اللي وزيرة الخارجية الفرنسية تمشي للمغرب وتدير محادثات مع المغاربة وتعلن عن رفع الإجراء اللي اتخذته فرنسا ضد 3 دول مغاربية باش يقلصوا عدد التأشيرات، وتعلن رسميا قال خلاص هذاك الإجراء حبس. وأكثر من هيك أنها تصفى العصابة كيف لما تقول أنه فرنسا تؤيد المغرب في طرحها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، وتقول احنا يعني موقفنا مؤيد للمغرب، نوتر بوزيسيون اي فافورابل او ماروك، تقولها كليرمون. حتى في هذا الوقت يعني المغرب يسجل انتصار على العصابه ماشي على الجزائر، نتفاهموا، العصابه شيء والجزائر شيء اخر. العصابه تعرض درمانة يعرضوه، يقول روح يا سي درمانة عندنا الجزائر، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أنه مشى الجزائر مع زوجته، لأنه عرضوه مع زوجته، يعني ولات زيارة خاصة، وداوه للصحراء، وقالوا باللي راه مداوه لمسقط رأس جده موسى اللي كان شارك في الحرب العالمية الأولى، ولكن لا، جد موسى زيد في الأصنام في الشلف ماشي في الصحراء، ما داروا للصحراء يحوس. يعني ها أنا تولد رشوة، هذه ما نقولوش رشوة، نقولوا شيتا كما يقولوا في الجزائر العاصمة، يقزبوا يقزبوا له، يعني هذا التقزاب هذا يقولوا له حنا، يقزبوا له معنا يشي يجولو أروح يا سي درمانة دو علاش شدير بيه، بعت لنا هذوك لي تيروريست اللي عندك في فرنسا. المغرب دالك للشي اللي انت تبكي عليه وخاسر عليه الملاير، خاسر عليه الملاير 47 سنة 42 سنة تخسر الملاير ومجوبة الشعب، وانت تحوس على 5 من الناس ما قدرش تقتلهم، واللي تحوس قال مدوهم لي ما كانش تقدرش. هذا غباء، هذا غباء. صح انه يتواطأ معاكم فرنسا، تتواطأ معاكم لما يكون عندها ملف، وكانوا الاجهزه تاعها يتابعوا في عمليه محاوله اختطافي واغتيالي، يتبعوا فيه المخابرات الفرنسيه يوم بعد يوم، كانوا يتبعوا فيه يوم بعد يوم بالأدلة وما تحركوش. ها صح، لكن ما يقدروش يجوا يقفونا، قلنا نبعثوكم للجزائر، ما يقدروش. مع تكيك الطرق قالك يا ولدي حاول ما تقعدش في فرنسا، ايه انا مانيش ما فاهمين في اسبانيا، هاني في بلجيكا، هاني في بلغاريا، هاني على بالهم الفرنسيين، على بالهم بالتحركات ديالي، على بالهم بالتحركات ديالي. دونك ما عندكم وين، هما ماذا بيهم باش يخديهم الصداع، يخديهم الصداع. الوغ واش كيم جيم دابور ما عندوش على وصول درمانة للجزائر، ما عندوش عليه، دخل كلونديستينمون، دخل حراك، دخل حراق الجزائر دارنا، بصح من لافوط ماشي تاعو، تاع السلطات الجزائريه تاع العصابه. لما وكاله الانباء الفرنسيه فرحتهم وقالت بلي دارنا راه في الجزائر مع زوجته راح للصحراء وكذا ومنا،
ورايح باش يزور حسب الخدمة، ما على بالهمش باللي جدو أصله مشلف ماشي من الصحراء. قالت باش يدو يزور مسقط رأس جدو، لا هما داو من الصحراء. قال شوف كدا تفرهد هنا. كي انكشفت الحالة ولاو أي قرار واحد يدير تصريح وقراو شو كاش يجيبها بأمر من الرئيس الفرنسي، لأنه عيط لي عرضني سي تبون، تبون يعرض وزير، لا وزير الداخلية اللي يعرضك، سوف اسمعوا مليح ودرك نحضر. رأس وفد هام من الوزراء طلب مني الرئيس الفرنسي العودة للجزائر، وذلك تبعاً لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. أي سمعت مليح، بطلب من رئيس الجمهورية. قالوا ارجع روح للجزائر، وبعدين يقول لك تبعاً لدعوة من عند تبون وأشكره. كيفاش تبون يعرض رأي وزير؟ يعرضك وزير الداخلية نظيرك، نظيره هو وزير الداخلية هو اللي يعرضه، ماشي تبوني عرض وزير الداخلية. ها ليك باش تقول عاودوا سمعوها من الاول، هاي سمعوها مليح مليح. بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد الزيارة التي قام بها إلى الجزائر على رأس وفد هام من الوزراء، طلب مني الرئيس الفرنسي العودة للجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد. طلب منه يرجع للجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. حماش تبون يعرض وزير الداخلية؟ شفتوا الرخص من يوصل؟ هاي كمل. الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. دونك هو يشكر رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، ما يشكرش وزير الداخلية. وزير الداخلية قنطرة. زيد كمل. هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائرية. هي فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري. يعني بعد ما عرضوا رئيس الجمهورية الصباح واليوم الأخري وين كنت السي دارمانا؟ اليوم الأخري وين كنت؟ الصباح عرضوا تلاقى مع وزير الداخلية باش يتكلموا على تطوير العلاقات والتعاون وكذا. فاش التعاون؟ اسمع فاش التعاون في المجال الأمني وحماية الأفراد. التعاون في المجال الأمني، واش عندك تاي تعاون مع فرنسا في المجال الأمني؟ واش عندك؟ واش فاش اللي راه في فرنسا، الإرهابيين اللي رانا احنا في فرنسا، تعاون معاه في المجال الأمني حول ماذا؟ حماية الأفراد، يعني لأنه كاين دي تيروريست اللي راهم يهدوا في الأمن وفي الأفراد، لازم نحميوهم من هاد لي تيروريست. والتعاون في مجالات التبادلات بين البلدين. أطلعت الرئيس والتعاون في مجال التبادلات بين البلدين، مش من تبادلات، تبادلات اقتصادية تجارية. دوك لازم يجي وزير الاقتصاد، يجي وزير التجارة، ويجي الآخر. هاي ديك الحكاية وين راهي؟ واش واش ربحوا؟ ربحوا هو في الشباك. دوك يوعدهم يقول لهم وي وكذا ومنا، شو دوك تسمى يلحوا عليه، عم بالهم كيوكلوه يدور الصحراء يحوسوا بيضربوا به الدورة هو ومرته ويكبروا بيهم يديروا كذا منا، راح يكرخوا له. هذا درمانا ما عندوش 40 سنة في عمره، ما عندوش 40 سنة في عمره، ما والاخرين راهم قد جدوده، راهو قد جده، تبون راه قد جده، راهو حفيد ديالو في الصح. بصح يلعب بيهم درمانا، يلعب بيهم. وعلاش؟ لأنه هذا رجل دولة، وزير في دولة محترمة. حتى أنا لما تخالط العراية
تعرف تاخد الديستانس تاعها. هذا الشيء هذا نعرفه مليح. احنا النهار اللي مشيت باش نرفع دعوة ضد المجموعة الإرهابية، هما حطوها هذه مجموعة إرهابية، أسوسيسيون دو مافيتور تيروريست، AMT، قلنا واش هي AMT؟ أسوسيسيون دو مافيتور تيروريست. أيوا صحيتو، وأنا حاطيني تيروريست، أنتوما هما أسوسيسيون دو مافيتور تيروريست. واش يقول البوليس عليه؟ في الجيري سي فريمون حبيبي، قلت جو سي سي دي فوايو تاع لا في لا دي جي اس مدير الامن الداخلي لما كنت نور نعطي لهم، قال هاي الادله من موسى ما كانش انا فو سافي ان تخا جي باري سي توندو، الحاله متوتره بين الجزائر وباريس، كلهم مقلقين لانه صاير تروم شغل هذاك انسان محترم يجي واحد فوايو يتلاحى عليه، واش ندير؟ يسكت عليه يعطي له عظم يمشمشو، واش راح يدير؟ لو يدخل معاه في سيجار ولا كذا العريان ما يخسر والو، العريان تاع سبان وعياط وكذا منا ما يخسر والو، اما واحد محترم هاو قلت يحقدرو قدام الناس انه عنده قدر، العريان ما عندوش قدر، الفويون ما عندوش قدر. ياك يعني تشوف فيهم عراية في اليوتيوب وكذا، واحد ما يعرفش بي وواحد زاد تندار في كاسيرنا، واحد تندار ما نعرف وين، وبعد الناس وما يقدروش يدخلوا للجزائر ما يقدروش يدخلوا للجزائر لانهم موسخين، وبالرغم انه العصابة موسخة ولكن ترفض التعامل مع الموسخين، ما تدخلش تموسخ، ابقى انبح، ابقى انبح لي ثاني، يقول لك انبح لي، انبح لي خدم لي، سير سير الصباط الحس روندرز وما تدخلش، لانك رخيص، يعرفك رخيص ما يقيمكش. اما اللي يظل يفضح فيه، لكن غدوه لو كان نقول لهم اني راح نحبس ما زيدش نفضح، بصح مدوني كذا وكذا، نعود تسمى نتمرخص نطلب، والله يجري ويمدوا يرفعوا، مين نعرفهم كيفاش يخمو نعرفهم كيفاش يخمو، هادو الضربو يعرف من الضربو، هادو يطبق عليهم مبدأ الضربو يعرف من الضربو. ولكن دوك كاين حاجة، دول لكن فرنسا واش تضرب فيهم؟ حتى لما تجيك شمال اخر، نهار قال ماكرون كلمه قال هذو عايشين على رونت ميموريال، عايشين يعني يتاجروا بالذاكره تاع الاخر، وهذا نظام شيخ كبر الحراك زعزعوا، تقلبت عليه الدنيا، تقلبت عليه، ولا ناد معك الهضره اللي قالها، ولا ناد، تشوف كيفاش دونك هذا السي درمانة اللي عرضوه هو ومرته ومدينه كذا يحوسوا به وكامل، وكي تفضحت الزيارة ولا جاي دايرين ديكلاراسيون دو بريس، ما راح يفيدكم في والو يا ولاد الحرام يا العراية، ما راح يفيدكم في والو، سيادكم الداو الصح اعتراف امريكي بمغربية الصحراء، وموقف مساند ومؤيد من فرنسا في قضية الصحراء، وهما راهم مستغلين الصحراء وراهم مستثمروا فيها، راهم عايشين وكذا، وانتوما بقاو اصرفوا وشريوا في الخردة تاع الروس مدوها لسي بن بطوش، وقال لنا قضية تقرير المصير، لقيتو غير واحد اللي تحكيو فيها حالي كنا، ولكن انتم علاش ديروا فيها العرايه، علاش ما يديروا فيها الحكايه تقرير المصير وكذا والبوليزان، باش يبقاو حاكمين الحكايه هذيك تاع رانا الجزائر مهدده من الخارج ومن الداخل، الداخل شكون؟ الارهابيين اللي راهم في الخارج،
يا اخي حكمتوا علينا بالحبس بالمؤبد ب 20 سنه، انا عندي 67 سنه عام سجن راك محاكمين عليه، لازم نعاود نخرج من كرشي ما الله يرحمها ونعيش 67 سنه اخرى في الحبس. كي ندير لي 67 سنه في الحبس وش عارف قادر نعيش انا؟ هاو بين الغباء ديالكم، هاو الغباء وين راه؟ لما تحكم على فرحات مهني بالاعدام خلاص راك عطيتو ليمونيتي، عطيتو ليمونيتي سي تيرميني، فرحات مهني ولا واحد قادر غدوه يسلمو للعصابه. الاعدام شتو كيف ماشي ولاد الحرب؟ اغبياء تموتوا اغبياء، فوالا هذا هو الاخر ديالك. ويبقاو الماريكان وفرنسا سيادكم ومسيطرين عليكم.